صبح الجيل وكل جيل، ورجعنا تاني مع بعض واحنا لسه مكملين في السلسلة اللي احنا بنرجع بيها للسلاسل اخيرا، وهي القصة بتاعة الحرب العالمية التانية من باتل فيلد في. بعد ما خلصنا الشابتر الاولاني بتاع بدون قيادة اللي كان عاجبني جدا جدا، هنخش في الشابتر التاني على طول اللي باسم نوردليز اللي هيكون في النرويج. فيلا بينا نبدأ في الشابتر التاني ونخلصه برضو ان شاء الله في فيديوهين زي ما خلصنا الشابتر الاولاني في فيديوهين. يلا بينا نشوف هنعمل ايه في النرويج. نوردليز 1943 تعرضت النرويج للاحتلال لمدة 3 سنوات، غير انها لم تعرف السلام. انضم للمقاومة حيث يسعون العربي مكتوب غلط، حيث يسعون لاستعادة واحد منهم. ريوكان معرفش كده صح ولا. النرويج ربيع 1943، بينما تحتدم الحروب في جميع أنحاء العالم، تسقط أوروبا الغربية تحت ظلال الصليب المعقوف اللي هو هتلر يعني. لكي تؤمن جبهتها الشمالية، نشرت ألمانيا 400,000 جندي من قوات الفرماخت للسيطرة على سكان النرويج البالغ عددهم 3 مليون نسمة. يتأجج خط الساحل النرويجي الوعر بموانئ كيرغسمارينية ومهاب الطائرات لوف اخر بيت ام كده، يخضع السكان لمراقبه من قبل البوليس السري الالماني. اوكي، الحقوق معلقه يعني كده. دلوقتي البوليس الالماني مسيطر على الشعب النرويجي. قد عانى الجميع من الاحتلال، ولكن الحرب لم تنتهي بعد. اوكي كده هتلر احتل النرويج، والبوليس الالماني هو اللي مسيطر على الشعب النرويجي. سلام على حصه التاريخ اللي احنا بناخدها واحنا بنلعب دي. احتل الدنمارك كمان ابن الجزمة الله يرحمه. والله مش عارف هو عايش ولا مات الصراحة. في ناس بتقول ان هو لسه عايش في الأرجنتين. عايزين نفهم القسم ده. Kan jeg fortælle dig en hemmelighed? Jeg altid syntes, at landet deres er vakkert og forstyrrende. Da kom jeg som barn, fortalte de mig historier om skabninger og monster i skogen. Mine egne barn er fortsat i Tyskland. Jeg savner familien min så vældig. Så nu er jeg her igen. På jagt efter de monstre i skogen. For 3 dager siden prøvede en liten britisk kommandotrop at udføre et raid ved hjælp af en tekniker her. Okay. Angrepet lyktes ikke. De blev dræbt, og vi fanget dem. Illegal bezeichnung. Vi ved, at nogen er der ute. Bare fortæl mig, hvem det er. Det findes utallige historier om skumle skapninger i de norske skoger, løjtnant. Men da du bør bekymre dig for, det findes ikke der ute. Du har ikke været der så længe, har du? Ved du, hvad dette anlæg gør? Hvad det producerer? Jeg trænger ikke bry mig om slike detaljer. Jeg trænger at vide, om der er flere soldater der ute. Altså, du ved ikke, eller du vil ikke vide. Jeg anbefaler dig at snakke med mig.
Om ikke, blir du sendt til Tyskland. Og der kan utspørringen være mye mer ubehagelig. Alla sånne kan ikke taip og latif, ja. Vannet i dette anlegget er mye mer enn essensielt for krigsinnsatsen, løytnant. Folket ditt skaper et monster her i dine bygningen, fatter du? Jeg er ikke fahim. Eller for monsteren der vi tar med. أصر على عضوة المقاومة المفقودة. أوكي، اللي هي اللي كانت بيتحقق معها دلوقتي. تحكم بالخنق. احنا نزحلق. قول لي. قول لي يا صاحبي البس الشجرة. نايس. الله، عنديش مشكلة ألعب كده حبة يعني. اوه عالشجرة بيت. اوه اوكي فين در فورت يا كلاب نعمل اي حاجة فيها ستيلس، لان الشابتر الاولاني انا مكنتش مدرك ان في ستيلس اصلا. Not good or not bad. خلي بالك يا قلبي. بس كده زي الفل. حد ناقص؟ مفيش حد ناقص. هيا يا شباب. طيب ورينا بقى كده في حد ثاني هناك. في شاب بيشرح قهوه هناك. مش سكوب النبي يا عمو. بس كده كان من بدري المفروض والله. على فكره الراجل ده اكيد معاه سنايبر في سكوب في كار. اوكي هو هو نفس اللي انا ماسكه سوبر سكوب، بس ده في سكوب اكيد. يس باي بيتش. و داي لو شرف امك. من واضح انها كانت غلطة عملاقة. فين تاني What was that? الناس ما بتموتش ليه يا جدعان؟ حد تاني؟ شكرا. حركة رخيصة اللي انا عملتها دي، بس قشطة. يعني هي رخيصة قوي بصراحة، بس يعني قشطة. اظن ان احنا نضفنا كده. حد لسه هنا عايش الشباب بعد السنايبنج الفظيع اللي حصل ده؟ في حد؟ ما سمعش صوت حد. حد ايه بس؟ افشل ستيلس شفته في حياتي. استني بقى. روق. بس يعني ايه الدوشه اللي يا مسعد؟ ايه اللي مفجر ده؟ اظن ماتوا كده ولا لسه في حد عايش؟ مش ايه؟
في حد شيء لسه عايش؟ هو الفلير ده كان مرمي يا معنى أفنى بمس ازاي؟ أولى بالمجنونة ايه ده رجال ايه ده رجال وار مسكت فيا وحاجة نفسي اعمل اي حاجه فيها ستيلز اركوكو اركوكو حد ناقص في حد ناقص غلب الانظار الله يخرب بيه هاي اوه ده اسمه سلو سكوب في كويك سكوب ده اللي هو استنى كده مفكر عزيزة قدمة ده زي الفل زي الفل الله يخرب بيك انتوا بتيجوا منين ايش حتة نطلع منها هنا اوكي انسوني بقى شوية اهدوا علي اهدوا علي ثانية واحدة بيه ماشي انت شايفين صح يا ملوك مفيش حد يروح بتاع التعزيزات ده ارجوكوا بقى هتهدوا شوية يا جدعان ترك امك ما انت دايس عليه ايوه كده حد ناقص في حد ناقص هيولع الالارم ده تاني الله يولع فيكم كلكم يا رب ما اظنش في حد ناقص فل فل كده واحد راح يولع يا ابن الجزمه يخرب بيت مامتك احنا تمام مفيش حاجه كله زي الفل مفيش داعي تيجوا يا رجالة كفاية بقى أرجوكوا فكر بقى يا أبونا والله عظيم حموت 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 محروق يا جدعان واحدة واحدة يا المان فكر في اخوك بقى فكر في اخوك وانت ما فكرتش مع ليه النبي ينفير والنبي يموت افكر اول حاجه اسيب الناس دول زي ما هم كده واروح الاول اعطل الانذار وبعدين ارجع لهم زي ما انتوا رجاله هموت وانا في الطريق اصلا ماشي بس كده بس كده زي الفل زي الفل زي الفل بس
اوقف الانذار الاول وبعدين اعمل انت عليه بس كده. يلا بقى نفايت. لازم المجنون اهدى شوية. نايس ماشي والله. انا بقى عالطور ده نشوف الدنيا. بس يلا يا جزمة اللي بتضرب عليا. اظن خلاص. البرميل ده بينفجر ولا لأ؟ انت معاك بازوكا كمان. عم ارحمنا. قطع لسانك. قلح. بازوكا ايوه هو ده. بتطلعوا لي منين؟ No what? I need a rifle. حد رايح يضرب الانذار؟ لا. النبي يا عمو لا. انت يا كلب اللي عملت كده. اطلع هتنفخ دلوقتي. هو شايفني وانا مش شايفه ليه؟ هو انا اللي بوت ولا هو؟ احنا بنقرب جدا كده. اي بعدين مو بقى راح اعرف معناتنا بعدين يا جدعان. انا عارف ان الباب اللي ورا فيه حاجه بس انا ببص في حد ولا الله. اوه اوه سولفي ماما امي تغيروا هنا. فلت راي بروف ريد لي ديت اهلا فين سيكتي يا تين ده سيكتي جاي. قول لي تمام سولفي كان جدا هيم تيس كان بيجن كفارلي من فين وتكاري ايجو دو نت واستوب. ايه بقى الحاجه اللي هما بيصنعوهم دول؟ ماما ماما انا جاي وراك يا ماما. كم يان فال ماك باش اد سكاوت داي ناي وي با بوغاتشا ايج فا بادي فل فور ماما هي ده كما فلير سولداتا مي مو انغو دي تي بورد بار درا. أنا ما بقليش ليه يا ماما. وش قال لي؟ إما فينا لو كبكتي فال ماك. هو تقريبا البتاع ده أنا شايله ده تقيل تقريبا يعني. بدور عليه بقى يا قلبي. باستورو شين باي دوري على اللي انت بتدور عليه ماما. دي عرب شين باي بسرعة ماما عشان انا مش متأكد. انت كومو فليرة بي مدرا ناي ماما فين يكوري اوبي بغرا لقيتي حاجة ولا لا؟ يلا يا ماما لقيتي لد
والله انت بتحوري ولا بتدوري على حاجه وسايبين انا فايض بس. ايوه خربقونا دلوقتي انا وانت. عايز اعرف المصنع اللي احنا فيه ده بيصنع ايه؟ نبالم ولا ايه؟ ايوه طبعا النبي عليك يا ماما. ايوه يلا بينا. الله العظيم هتغرقينا. قتلتهم كلهم انت بتحوري والله. انا اللغز بالنسبه لي دلوقتي هما بيصنعوا ايه؟ قلح. Vi må sabotere hele anlegget. Hvorfor det? Dette er ikke vårt ansvar. Vi må komme oss ut. Du skjønner det fortsatt ikke. Vi må stoppe deg fra å produsere mer tungt vann. Jeg tar meg av kontrollene her. Du må gå ut og stoppe sentralen. Hva snakker du om? De store metallboksene utenfor. Ikke kast bort mer tid. Og الماء التقيل ده اللي هو بيستخدم في تخصيب اليورانيوم عشان يعملوا حاجات قنابل نووية ولا ايه؟ انا مش عارف انا فاهم صح ولا دي معلومات خاطئة اللي انا بقولها دي. سلسة مثلا فرق. الى اين اذهب؟ بعيد عنك. فين فين فين؟ لا اله الا الله. خلاص بديت ام الانفجارات في اللعبه دي. حد ضرب في غشم في استخدام الاسلحه اصلا. حد لسه عايش؟ ما اظنش. يلا ابعد عنه بقى ما ينفجرش فيك تاني. يا ماما كوره بيا يا ماما. طلع عند الجسر. امي مشت سابتني ومشت. اه واطيه ماما انت سبتني ومشيت يا ماما. انا يا نجم النجوم. انا يا ماما عند الجسر والنبي. يلا زلاجاتي. فكر فيهم بقى لو سمحت. انا هسه ارجوك. ايه الاوفر فيه؟ انت مش مت اوريدي؟ فكر يا ابني. قلبي وكأني من الجسر والله. في حاجة هتحصل هنا يا ابني؟ في حاجة هتحصل هنا أكيد. قم يعني. انت جيتي منين؟ لحظة طويلة. نو مش عارف. فورت. فور كم تيجي بدلو. تفل اتري. انت اي فور اي يوت. اتشفنا. قفشونا. اتقفشنا يا ماما. اتقفشنا. فعلا دي هتقطع دلوقتي. شلوس جنوك. اس رايشت. استنى بس يا عم. اس رايشت. ريلي وات ذا فاك جست هابن. بتيرو ابنا اوغنا. ايش هو كاسا شير هير. Vi vil ikke være en del av dette, løytnant. Stopp! Vær så snill! Senk våpnene! هو مش عايز يقتلها عشان هي عندها معلومات مهمة. او كوماندون او كوماندون فول باي لينجي كوماندو دي دوتا مي بنش اه بنش ماني توتا. اسمع كلام بقى. اسمع كلام ماما. ما نموتش. لاست بينانا اتش اين دروب. Forstår du? Jeg elsker deg. Stopp!
طيب يا جدعان، زي ما شفنا الأم ضحت بنفسها إزاي عشان تنقذ بنتها وتنقذ بلدها. ده كان فيديو النهاردة من باتل فيل في، الجزء الأول من قصة نوردليز. يا رب يكون الفيديو عجبكم، لو الفيديو عجبكم اعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وشوفكم الفيديو اللي جاي. وين سلام. أنا حسيت إن دي فكرة مش ذكية جدا. Ha 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 ha!